الكيكة كمان بالبرتقال شكلها حلو جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل كيكه البرتقال. مكوناتها من ايه؟ كيكه البرتقال هناخد نص كوبايه زيت مقدار، عندنا ربع كوبايه سكر عشان احط. يبقى يا جماعه مكوناتنا عباره عن عندنا اللي هي ايه، زبادي، عندنا برتقال، البرتقال ده اللي هو العلب عشان ما عنديش يعني مش عايزه اعصر برتقال، لقيت عندي في التلاجة من ده قلت استعمله. دوت بقى ايه اللي انا بشيله في التلاجة؟ اللي هو قشر البرتقال اهو، بعمله وبشيله في التلاجة، بصراحة بيبقى جميل جدا، بيقعد معايا ايه بقى. يبقى عندنا الزبادي عيار، البرتقال، نص زيت، علقتين اللي هو بشر برتقال، سكر حسب الرغبة اللي انتوا عايزينها، وفي طبعا بيكنج باودر اهوت على عند الشيف، وحط فانيليا في البيض. ويلا بينا على نعمل ايه. دول جماعة 3 بيضات صغيرين مش كبار، هنبتدي بقى احنا ايه نعملهم في الخلاط، وبعدين عشان الصوت هرجع لكم تاني. طبعا البيض اهو ضربته مع الفانيليا، هنحط بقى كله مع بعض يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها كده في الاخر خالص، بس دي لكن كل المكونات هتتحط مع بعض. ادي الزيت اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط المكونات كلها وبعدين نضرب في الاخر. ادي البرتقال، البرتقال خفيف جدا بتاع البيتشي ده، برتقال عامل زي الميه. عادي بشر البرتقال، وعامل معايا بالسنة على فكرة. زبادي على فكرة احلى كيك، كيك الزبادي وكيك اللبن الرايب يعني يبقى جميل جدا. كوبايتين دي يا جماعة، وادي البيكنج باودر، حلل بقى وبعدين نرجع لكم تاني. دي اضافه يا جماعه لو مش حابين، بس انا بحبها بتبقى حلوه قوي قوي قوي، اللي هي الكريم بتاعت اللي هي بتعمل كريمه اللباني دريم. اي بقلب بقى يا جماعه كل المكونات مع بعض كده بالراحه كده، عشان انا ايه ضربه عشان البيض الهوا، ريحة الكريم بتاع الدريم حلوة قوي قوي، بتعمل لها طعم وريحة حلوة. نحط بقى يا جماعة اللي هو ايه العجينة بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم.
الطقان بقى عمل لها شغل جامد. دي مربة برتقال بقى بتبقى حلوة قوي معاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا جميلة جميلة جميلة، متنسوش بقى يا جماعة الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناة أناسوس وقناة منزلية بسيطة وأنيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتقابل في فيديو جديد إن شاء الله.